بحب اقول لبابا وماما شكرا اللي عملوه معايا عدت شكرا على التعافى بالرش وربنا عوضني وعوض خير وان شاء الله اقدر رديت الجميل ده في يوم من الايام. احب اقول لزمايلي اللي في الثانويه العامه يعني لازم تعرفوا ان ربنا دايما شايل لكم الاحسن سواء اللي توفق او اللي ربنا ما وفقوش مجموع كبير ربنا شايل لكم الاحسن. واحب اقول للي لسه داخلين الثانويه العامه حاولوا تهدوا ما تتعصبوش نظموا وقتكم ابتدوا السنه دي من الاول. نفسي اطلع مترجم الى جانب طبعا شغل الكمبيوتر. واحد بيذاكر بيتعب فجاه هو بيلاقي الامتحان بقى في ايد اي حد فجاه تاني لان كل مجهوده ده راح وهيعيد الامتحان تاني. في ناس حلت الامتحان كويس واتفاجئت انها تعيده تاني فبرضه صعبت عليا قوي. في ناس اتظلمت في الموضوع يعني بس اكيد ربنا بيدي كل واحد اللي يستحقه.